رحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم أن تسجلوا تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر جرس الدعوة بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأن نوفيكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 1/9/2022. ونبدأ. سجل سعر الدولار في البنكازي المركزي المصري 19.18 مئة جنيه شراء، 19.25 مئة جنيه البيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.18 مئة جنيه شراء، 19.24 مئة جنيه البيع. كما سجل الدولار في بنك مصر 19.18 مئة جنيه شراء، 19.24 مئة جنيه البيع. وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 19.20 مئة جنيه شراء، 19.26 مئة جنيه البيع. وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سي اي بي 19.20 مئة جنيه شراء، 19.26 مئة جنيه البيع. وسجل الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي 19.23 مئة جنيه شراء، 19.26 مئة جنيه للبيع. وبهذا قد اوفيناكم باسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 1/9/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لدعم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.